يا اسمى الرجال انتم الاعلى ونبي كل نزال تشربون الموت كالماء الزلال وتذيقون العدا كاس الخذال كل من عاداكمون. يشكل خيار السلام والتعاون البناء المرجعية الأساسية التي تعتمد عليها السياسة الدفاعية الوطنية، وهي سياسة ترسخ مبادئ حسن الجوار والحياد الإيجابي والسعي الحميد بين أطراف الأزمات الإقليمية. وقد ساهم هذا النهج الإيجابي خلال السنوات الثلاث الأخيرة في وضع أسس هذه السياسة الدفاعية التي تتشبث بحق الدفاع المقدس عن سيادة البلاد ووجودها ومنجزاتها. تأسيسا على هذا الإطار السياسي الدفاعي الذي يوجه الأولويات العسكرية ومن أجل تنفيذ المهام التي يتطلبها الدفاع الوطني، تم تبني مبادئ رئيسية تعالج جوانب الاستعداد العسكري والتقني والتنظيمي لتشكيلات القوات المسلحة الوطنية. وقد تمت صياغة هذه المبادئ بالنظر إلى الخصائص الجغرافية والديمغرافية لميدان المناورة، وهي عوامل ساهمت وتساهم بشكل متجدد في توجيه وتحديث السياسة الدفاعية للبلد لتأمين مواءمتها مع المتغيرات الإقليمية والدولية مع بقائها سياسة دفاعية وسلمية. إن بروز التحديات الأمنية الجديدة قد أكد الحاجة إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة الوطنية بما يضمن القدرة على الاستجابة الفورية للمتطلبات الأمنية الملحة. وفي هذا الإطار تمت مراجعة عقيدة الاستخدام المعتمدة، حيث تم اقتناء العديد من الطائرات المقاتلة وتكوين طواقم بشرية مؤهلة من طيارين وفنيين مكنت من تعزيز قدرات سلاحنا الجوي الذي أثبت أداءه النوعي خلال المواجهات الأخيرة مع العصابات الإجرامية، وسعيا منها إلى الرفع من القدرات النوعية للجيش الوطني. عمدت الأركان الوطنية إلى إعادة تجهيز وتموقع كتيبة المدرعات والكتيبة الأولى للمدرعات الخفيفة في الشمال، إدراكا منها لأهمية هذا السلاح في كسب المعركة الحديثة ودوره في تعزيز إمكانيات الحسم السريع أثناء المواجهة المسلحة. وبالتوازي مع ذلك تم دعم سلاح الهندسة العسكرية بالوسائل والمعدات ليصبح شريكا فعالا في جهود التنمية الوطنية، وليتحول من سلاح معركة إلى أداة للإنتاج. ولن يصبح الجيش الوطني بعد اليوم بمنأى عن معترك الحرب الإلكترونية، فقد تم تحديث سلاح الإشارة وتزويده بكل الوسائل والمعدات الحديثة التي مكنته من تطوير وتأمين شبكة اتصالات الجيش الوطني بالسلم وأثناء الحرب، كما أدخلت إلى التسليح الجديد لقطاع سلاح المدفعية الطاريات مضادة للطائرات ومدفعية ميدان مضادة للأهداف الأرضية، بالإضافة إلى راجمات صواريخ متعددة السبطانة لدعم القوة النارية لهذا السلاح بالعمق التكتيكي والعملياتي للعدو وتدمير قوته النارية. لقد شكل إنشاء تجمعات عسكرية خاصة للتدخل السريع الرد العسكري المناسب على الظرفية الأمنية الخطيرة التي وجدت بلادنا نفسها مضطرة إلى مواجهتها. وتملك هذه الوحدات العسكرية الجوالة القدرة على تأمين المناطق المهددة ووضع حد نهائي لمختلف أنواع التهديدات وأعمال التهريب والجريمة المنظمة، حيث تتمتع بإمكانية المناورة والحركة السريعة، وتمتلك أسلحة متطورة تتراوح ما بين الفردية والجماعية، بالإضافة إلى مضادات للدروع والطيران تعززها كثافة نارية كبيرة، بالإضافة إلى استقلالية لوجستية تمكنها من المناورة بصفة منعزلة لأطول فترة ممكنة. وقد مكن التنقل الدائم لهذه الوحدات المتخصصة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة من معرفة الميدان، ومنحها القدرة على استخدام المسالك والطرق في أي عملية محتملة لتطويق العدو أو اعتراضه. بفضل طبيعة التكوين ونوعية الوسائل، تتمتع هذه الوحدات المتنقلة بالقدرة على نقل المعركة إلى معاقل العدو
والقيام بضربات استباقية لإجهاض مخططاته، وهي ميزة قتالية تؤمن لقواتنا المسلحة الخروج من هامش المناورة الضيق للحرب الدفاعية إلى الأخذ بزمام المبادرات العسكرية وتوجيه مسار رجال البر. يا أسمى الرجال أنتم العلون في كل